أقول رجل قال لي نحن نتبارك بك، فقلت له إن هذا لا يجوز، فاحتج بتبرك الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنما أتبرك بأعمالك الصالحة، فهل قوله خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ التبرك بما ينفصل من بدن الرسول من ريق أو عرق أو شعر أو ملابس، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرك بغيره. ما تبرك الصحابة بأبي بكر، ما تبركوا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، ما تبركوا بصحابة رسول الله وهم أفضل الأمة وأفضل قرون الأمة. نعم.